لعبة البولينج حق الشخص اللي ما يفهمها أو مب يعني ما يمارسها تكون لعبة كورة والبنز ومجرد أنه لازم يطيحهم، بس لا، هي لعبة البولينج بالعكس. يعني إحنا نبتدي من الكرة، الكرة بنفسها داخل الكرة فيها كور معين، وكل كرة كور مالها غير، وكل حفرة في طرف معينة وقت ما نحفر الكرة. الكرة الجديدة طبعا تي من غير حفر، فإحنا اللي نحفرهم، وكل كرة وكل حفرة بتغير طريقة الرياكشن مالت الكرة على الحارة. يعني ابن الوز عوام، لعل هذا المثل الشهير أفضل ما يختزل بدايات فتاة عوالي الذهبي يوسف فلاح مع لعبة البولينج. والله من 5 سنوات، كان عمري 5 سنوات، وأول دوري لعبت في كان في الجونيور ليج اللي في نادي بوبكو، كان عمري 8 سنوات، ومنها تطورنا للتينيج ليج بعد طبعا في نادي عوالي، للدوري الشباب اللي كان من تبع الاتحاد البحريني للبولينج. منذ البداية كان يوسف يضع نصب عينيه هدفا يسعى لتحقيقه، فكان الهدف الأول الانضمام إلى المنتخب الوطني للبولينج، ومن ثم الحصول على ميدالية ذهبية. وبعد سجل من الإنجازات المبهرة التي حققها فتى عوالي الذهبي، سألناه: عينك على أين؟ هدفي حاليا أن أكون مصنف لو موسم واحد الأول على العالم، الحمد لله حققتها على آسيا وعلى الخليج وعلى العرب، وإن شاء الله حين على العالم لو موسم واحد. يعني لأن آخر سنتين بديت أشارك أكثر، يعني وأحاول أن أوسع مشاركاتي لأمريكا ومشاركاتي أكثر في آسيا، فهذه ساعدتني، وإن شاء الله يعني هالسنة تكون سنة نبتدي سنة جديدة، وإن شاء الله شهر الجاي عندي بطولة في أمريكا بشارك فيها في الدور المحترفين. يوسف يعتبر منتخبنا الوطني هو الأفضل خليجياً، لا سيما مع وجود المدرب الأمريكي تيم ماك، لكن يبقى إنشاء صالة خاصة للاتحاد البحريني للبولينج حلما يشاطره مع محترفي البولينج في البحرين، حيث سيسهم ذلك في تطوير أداء اللاعبين بشكل كبير. طريقة التزييت والمكاين غير، والسبيسيفيكيشنز مالت يعني كل شيء احنا نقدر نتحكم فيها. صالات اللي عندنا الحين صالات تجارية، احنا لازم نمشي على مثلا قوانين راعي صالة، يعني فاحنا نكون شوي ريستريكتد ما نقدر. احنا عندنا الامكانيه ان نشارك في بطولات اكثر، بطولات خارجيه طبعا، لان لعبه البولينج هي غير الفيزيكال، امكانيات اللاعب من ناحيه الفيزيكال جيم، الخبره وايد تلعب دور. فالخبره في البطولات هذه اعتقد نقطه مهمه، وان شاء الله اذا يعني نشارك في بطولات اكثر خارجيه عشان الخبره اللي نكتسبها اكثر.